السلام عليكم أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم إن شاء الله بدي أقدم لكم وصفة كيك البرتقال. تابعونا وشوفوا المكونات وإن شاء الله بتعجبكن. رح شغل الفرن على درجة حرارة 180. هلأ بدي أدهن القالب بشوية زبدة وغطيه بشكل كامل. هيك بهالطريقة. هلا بدي انخل المكونات الجافة. بدي احط 3 أكواب من الطحين، هيدا الكوب الثاني، وهلا رح ضيف ثالث كوب. انا استعملت هيدا الطحين. بدي احط 2 معلقة صغار بيكنج باودر، بدي احط رشة من الملح، بدي احط 1/2 معلقة صغيرة من الكربونة. وهلا بحطه على جنب حتى احضر خليط البيض. راح اضيف كوب من السكر، وعندي هون 150 جرام من الزبده بحراره الغرفه. انا بنصحكم تستعملوا الزبده وما تستبدلوها بالزيت النباتي. هلا بشغل حتى ينخفقوا مع بعض. طفي عليا، انا خفقتهم تقريبا 3 دقايق حتى صار المزيج كريمي. عندي هون بيض عدد 3 كمان بحرارة الغرفة، انا شلتهم من قبل، رح سقطهم. بسم الله. ورح ضيف 1/2 معلقة من الفانيليا ورح شغل. من وقت للتاني حرك على الجوانب حتى اتاكد ان السكر والزبده خفقوا كلياتهم. عندي هون ليمونه، هلا رح ابرشها كلياتها. هلا رح شغل المكنة حتى يندمج البرش مع الخليط، وهيدي الليمونة رح اعصرها ورح استعمل العصير بقلب الخليط. هلا رح ضيف عصير الليمون، طلعوا 250 ملي. ميتين وخمسين ملي من الكريمة، إذا عندكم حليب ما بهم، فيكم تستعملوا الحليب. وهلا رح أضيف الطحين. بسم الله. وهلا رح أخفقهم عندي 3 دقايق. هلا بدنا نسكبها.
هلا بس بعمل لها الحركة. رح حطها بالفرن على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا 40 لـ45 دقيقة. ما شاء الله. شو بدي خبركن عن ريحته، ما شاء الله اخذ بالضبط 45 دقيقة. وهلا رح انطره لحتى يبرد مشان اقلبه وقطعه. هيدي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله بتعجبكن. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. صحتين.